شهد الله إخواني، أنا هاي ذكرتها قبل يمكن قريب سنة أو أقل من سنة، ذكرتها في مسجد مقامس بعد صلاة سماحة الشيخ الله يحفظه، في تأبين كان، ما أدري تأبين سيد جاسم كان، سيد جاسم ذكرت هاي القصة، يمكنهم سامعيها مني لأن من غيري ما تسمعوها، أنا الراوي المباشر المشاهد للقضية، أنا الحاضر. عمي فد واحد يلف خرقة بيضة على رأسه، لا عالم لا خطيب ولا شيء، اسمه شيخ عباس الرشتي، أخاف واحد منكم ما سامع هاي القصة اسمعوها، أنا الراوي، راوي هاي القضية أنا. احنا كان في كربلاء قبل أكثر من 50 سنة، خطباء كربلاء كان عندنا مجلس أسبوعي أيام الجمعة الصبح، ورئيسنا رئيس الخطباء كان المرحوم الشيخ محمد علي السيبويه، هذا مرجع كان، صاحب رسالة كان، نفس الوقت رئيس الخطباء يحضر، هو عمامة بيضة قطعة نور لما تشوفه من بعيد تقول هذا قمر، القمر نازل بدر هذا. فهذا الشيخ عباس الرشتي يسموه، هذا كان يقعد في طاسة كبيرة قدامه يغسل الاستكانات، استكانة الشاي، هذا الشغل، ودائما دائب الذكر كان، إذا ما عنده شغل دائما القرآن قدامه يقرأ القرآن، رجل تقي كان وحسيني، وكثيرا ما كان يحب أن يستمع إلى مصيبة علي الأكبر، حتى أنا كان يقول لي أقرأ مصيبة علي الأكبر، الغير هم يقول لي أقرأ مصيبة. هذا الرجل اللي يغسل استكان، خلي يسمعوني هذول اللي الآن بهالحسينية هناك ذاك الصوب يغسلون الاستكانات أو يصبون الشاي أو ينظفون الحسينية أو أي خدمة يقدمونها لسيد شباب أهل الجنة، خلي يسمعوني اللي إحنا وين عايشين، إحنا وين، إحنا في الجنة والله، إنما الحسين، قال صلى الله عليه وآله إنما الحسين باب من أبواب الجنة، إحنا على أبواب الجنة، أولاد حسين والله أنتوا كلكم على أبواب الجنة، لا تحسبها هينة وقليلة، أجي والله نصف ساعة شيخ مرتضى يقرأ بالكربلائية وخلاص، لا، الله يعلم شكو وراء الستار شنو، الله يعلم. مولانا هذا الرجل بما أنه يخدم مجلس الخطباء، هو بالسنة 10 أيام بالفاطمية ببيته، بيت فقير بسيط ما عنده شيء، احنا يعني الخطباء كنا نقيم المجلس ونساعده اللي يسوي له مجلس قرايه. سنة من السنين مرض، احنا كنا نروح نعوده، بقي الخطباء هم يروحوا له، الله يرحم الشيخ عبد الزهرة كان يجي، الشيخ هادي يجي، بما أنه هذا يخدم مجلس الخطباء كل الخطباء كانوا يجونه. هذا مرض كان يبكي، قلنا له شنو بكاء، قال هالسنة بعد ما أقدر أسوي مجلس، أقعد مجلس على الزهرة، قلنا ما يخالف نسوي، إحنا نقوم نقف لإدارة مجلسك، سوينا المجلس ما أطول عليك. أول يوم بالنهار الصباح، أول يوم من المجلس، هذا بعد مرض السرطان ما مخلي له شيء بالدم، حتى إعظامه دات ذوب، نستجير بالله، إلهي بحق فاطمة الزهراء، إلهي بالحسن المجتبى صاحب هذه الأيام، اشفي كل مريض. يوم أول يوم من مجلسه هو هيجي مستلقى نائم، بعد ماكو جثة هامدة، بس فد نفس خفيف، دكتور مجابوله كان يقول هذا يومين ثلاثة أربعة رايح هذا. فهذا بنفس الغرفة الصغيرة مالت القراية فارشين الدوشك مالته ونايم، وكل يوم واحد اثنين احنا الصغار المبتدئين نصعد المنبر ونسوي نفد مجلس توسل وخلاص. صار يوم العاشر، يوم العاشر بعد نفس اليوم جابوا له الطبيب، الطبيب قال هذا حاله ما يطول إلى باكر، ها خلاص شوفوا شغلكم.
احنا اجتمعنا بعض الخطباء اللي شلون ما يخالف نشيله وندفنه. تكاليف ذاك اليوم الدفن كان في كربلاء 3 دنانير ذاك الوقت، ما ادري الاوقاف ما ادري منو هذول ياخذون يدفنوا بالصحن في الحرم هناك يدفنوا. الدفن كان قليلا ما كان، كان يودون بالوادي، بالوادي هنا. زين آخر يوم المجلس ختمناه راحوا الخطباء، يعني المجموعة 15-20 ما كانوا يوصلون اللي يحضرون كل يوم، كلهم راحوا. أنا مع الشيخ من الخطباء، رجل كبير كان الله يرحمه من زمان متوفي. جلسنا اثنين قاعدين من الغرفة، ماكو أبدا ماكو أحد، هو هم مسجى أمامنا دا نسولف اللي إن شاء الله هيك نشيع هيك نسوي هيك. وهذا اللي 10 أيام أبدا حركة ماكو، لا يفتح عينه ولا يتحرك ودا ينازع يعاني سكرات الموت. وإذا به قام وجلس اللي إحنا اثنين نخترعنا حقيقة. أنت شوف واحد اللي دا يموت مرة يقوم، والتفت إلى الباب قام يطالع الباب باب الغرفة، ابتسم قال السلام عليك يا أبا عبد الله، أهلا وسهلا بك سيدي، فدوى أروح لك، هذا وفائك اجيتني. هسه أنت شوف إحنا الاثنين شي يصير بحالنا. بعد لحظات قال سيدي اجيت، ليش ما جبت علي الأكبر وياه، هذا حبيب قلبي ليش ما جبته؟ لحظات مو دقائق، لحظات قال فدوى روح لك علي الأكبر، أنت مجيت أهلا وسهلك، أقدامك على عيوني. هسه احنا الاثنين أنا وهذا الشيخ أنفاسنا انحبست في صدورنا. لحظات وإذا به قال سيدتي ومولاتي انت هم اجيتي، فدوى اروح لك يا فاطمة الزهراء، وقام يبكي من الفرح. بعد لحظات قال التفت صح، قال سيدي ومولاي صاحب الزمان هم اجى، وقام يحكي يتكلم يتكلم. بس احنا حقيقة حالتنا صارت حالة. واذا به مرة ثانية يتمدى وفارق الحياة. سيدنا مولانا ثاني يوم احنا شيعناه، لا يعرف احد، لا شهره ولا لا خطيب لا عالم. صار لتشيع كل ما اكو اعمامه في كربلاء ذاك اليوم، اكثر من 1000 عمامه، صار لتشيع كانما مرجع كبير، اكبر مرجع في كربلاء ميت. هذا زعيم الخطباء رئيس الخطباء رضوان الله عليه الشيخ، اجينا سولفنا للقضية هواية بكى بكى، فأقمنا على روحه الفاتحة في المدرسة الحسنية، كانت مدرسة عند قبر أبي الفضل العباس، هناك قعدنا لفاتحة. الشيخ رئيس الخطبة قال لي أمرني، قال أنت تصعد المنبر في الفاتحة وحتما أنت تقرأ الفاتحة ثم وتذكر هاي القصة اللي شفتها. شيخنا صارت يعني صار مجلس فاتحة عجيب على روح هذا الشيخ. اي والله مجلس فاتحة عجيب، وانا على المنبر ذكرت هاي القصة، اجيت الناس بكوا، الخطباء بكوا. اجمالا اخواني من ينتمي الى مؤسسة الحسين يحظى وينال عز الدنيا والآخرة. الآخرة خليها بعد، الحسين شي يسوي ويا خدامه؟ أسأل الله بحق الحسين الرحمة والرضوان لأسلافنا ولكل من فارقنا وذهب منا.